أما عن تزكية النفس فالمراد بها تطهيرها من الذنوب وتنقيتها من الآثام، وكذا تنقيتها من الشركيات والبدع والخرافات. ويتأتى ذلك أولا بسؤال الله ذلك، أن نسأل الله أن يزكي لنا أنفسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها. ثم بامتثال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار من الذنوب والخطايا ورد المظالم إلى أهلها، ثم استماع المواعظ، استماع المواعظ يرقق القلوب. بارك الله فيك، السلام عليكم.